يا مساء الفل والهنا. اليومين اللي فاتوا حصل حاجة يمكن لتاني مرة بتحصل من فترة مش بعيدة. حصل إنه في إعلان ظهر في فكرة إنه قايم على جيلين أو لقاء أو عدم لقاء بين جيلين، ودي يمكن تاني مرة تحصل. المرة الأولانية كانت إنه لقاء بين جيلين بس غير معروفين، وبالتالي الجدل اللي حصل في إطار إنه يا ده صراع الأجيال، وده الجيل الصغير بيرفض الجيل الكبير ومش عارفة إيه، وإحنا اتناقشنا في الحكاية دي، وأعتقد إننا دوبنا الحتة اللي كانت يعني إيه شوية مضايقة بعض الناس. لكن الإعلان اللي ظهر من فترة قصيرة بقى اللي بعد كده كان بيجمع بين جيلين أصحابهم معروفين أو اللي بيمثلوهم مشاهير ومعروفين، وكانت فكرة الإعلان إنه الصغيرين بيقولوا للكبار شوية بس أنتوا هنا لأن الحتة دي المساحة بتاعتنا وأنتوا يعني استأذنوا. الفكرة ما وصلتش لناس كتير وحصل انقسام، والحقيقة أنه يعني صوت الانقسام والخلاف كان عالي شوية، لأنه في ناس قالت دول بيتنكروا للجيل الأكبر، هو اللي ملوش قديم ملوش جديد مش عارفة إيه، وناس تانية قالت الله طب وهو النجم الكبير العظيم ده إيه بالليه يروح يعمل الإعلان ده، وناس تالتة قالت وليه الصغيرين يكون ده منطقهم ويوافقوا على الفكرة دي، وناس رابعة قالوا الفكرة كان فيها إفيه يمكن ما استطعمناهوش قوي أو كان صعب شوية، أو مهم إن الآراء انقسمت. لكن بناء عليه حصل شوية فرقة وشوية خلاف وشوية مقالات وشوية آراء وشوية بوستات، والجو ما كانش عظيم. فلتاني مرة إحنا هنحاول ندوب هذا الصراع لأننا حريصين على دول وعلى دوكهم، فهنجيب دولم ودوكهم ونتكلم معاهم ونشوف إن فين الخلاف. مش هتلاقوا فيه خلاف لا مع دولم ولا دوكهم. لأن السكة شمال واليمين مش شغال، كان قرارهم إنهم يعملوا سكتهم بنفسهم، يخترعوا طريقهم، يمشوا مشوارهم للآخر. شباب مجنون قول، بيحب المزيكا أكيد، صوتهم مش عاجبك من حقك تعترض، بس كايروكي مش ملكك ولا ملكي، كايروكي ملك الجيل اللي بيحبهم وملك الجمهور اللي خلق لهم مكانة وسطنا، وملك الناس المؤمنة إنه بالذوق بالعافية الحلم ابتدى. كايروكي الأساتذة الأستاذ أمير، الأستاذ تامر، الأستاذ شريف، الأستاذ هواري، الأستاذ آدم، أهلا وسهلا، نورتونا وشرفتونا. ممكن تقول يعني ايه كاريوكي في الاول؟ كايروكي لا كاريوكي، انتوا كايرو وكاريوكي عملتوا منها مزجة الكايروكي. بالظبط. اشرح للناس ايه هو الكاريوكي. كاريوكي لما تحط مزيكا من غير غنى وانت تغني عليه. طيب اللي هي ماينس 1. ماينس 1. طيب لازم الكلام يبقى مكتوب صح؟ يعني يبقى فيه زي جهاز كده زي شاشة، فيه شاشة وبتكتب لك الكلام مع اللحن وانت تغني معاها، فهي الموسيقى وانت بتغني عليها. احنا ربطنا كلمتين ببعض بقت كايرو. كايرو كي جايه من انك القاهره هي الموسيقى واحنا بنغني عليها يعني. طيب انت من الكاريوكي ده انت كنت بتغاويه في الاول مثلا؟ لا زمان لا خالص ولا عمري شفته. امال انت ايه كده يا لالا؟ هو هواري السبب اللي سمى الاسم. مين هواري؟ جبتها منين دي هواري؟ هو احنا كان عندنا حفله وكان لازم ان احنا ننقي اسم، فاحنا نقينا الاسم ده. ما يعني هي فعلا ما كانتش اكتر من كده. انا فاكر اليوم ده كل واحد مسك ورقه وقلم وقعد يطلع بقى قعدنا نشخبط اوضه امير، وفي الاخر طلعنا مفيش عمق في الاسم خالص. كنا صغيرين، كنا صغيرين قوي ساعتها. قد ايه كنتوا كام؟ 17؟ 17 ما شاء الله. 2003. يا انت 2003 كان عندك 17 سنه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب اوكي خلينا نتعرف على الباك جراوند الاول بتاع كل واحد وازاي اتلميتوا على بعضيكم.
نبتدي بمين؟ نبتدي بأمير ولا بأمير؟ ممكن بقى هواري. 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 هو احنا يعني اتعرفنا على بعضنا ان احنا كلنا كنا اصحاب من زمان. من كلنا من المعادي، ساكنين في المعادي معظمنا مع عدا شريف. ولقينا ان احنا كلنا عندنا هدف واحد، ان احنا عايزين نتعلم مزيكا في فترة كان الناس فيها اللي في سننا بيروحوا في اتجاهات تانية، زي ان هم بيروحوا مثلا بيرقصوا بيعملوا، احنا ما حسيناش ان احنا عايزين مش لاقيين نفسنا في مجموعة، اي مجموعة من المجاميع اللي شايفينها قدامنا. فقررنا ان احنا بنحب المزيكا، طب ما ليه ما نجربش ان احنا نإكسبرس ده ونطلعه. فوصلنا ان احنا بقت حياتنا اليومية، يعني ما بنعملش حاجة في حياتنا غير ان احنا نلعب مزيكا، ومتحمسين جدا ونفسنا ان احنا يعني من اول يوم حاسين ان احنا عندنا هدف كويس. انتوا تجميعة نادي ولا مدرسة ولا شارع ولا ايه؟ شوارع. شوارع؟ شوارع. يعني انا وأمير مثلا ساكنين قدام بعض، والمعادي كلها كان زي النادي، المعادي كلها نعرف بعض. كلنا اصحاب من واحنا صغيرين من المعادي. يعني مش المعادي كلها صغيرة. فجت من هنا، وكنا بنسمع نفس المزيكا مع بعض. فين بقى؟ في بيت حد فيكو؟ فين؟ بيت أمير. في بيت أمير. على طول هو اللي فيه فسحة كبيرة مثلا؟ هو بيت أمير محتضننا من زمان، وطنط بقى كتال اللي بربيانا. سام هي اللي بيت أمير كلها. هو بيت أمير التجمع فيه كل حد. هو مفتوح لكل، يعني طول عمره مفتوح لكل الناس. يعني لو حد، لو انت متخانق مع اهلك مثلا وعايز تروح تبت عند حد، هو بيت أمير. حتى كان بيسيب مفتاح مفتاح البيت كان بيسيبه في بتاعه الكهرباء. عشان ما يتسرق، لو اي حد عايز يخش بيروح ساحب المفتاح على طول. من بيتك عليك. الله، هي مامتك بتحبك قوي للدرجه دي؟ مامتي بتحبهم كلهم. ما هي بتحبك، ما اكيد عشان تستوعب هذا الكم صح لازم تكون. طب امال شريف منين؟ انا مصر الجديده. شريف دخيل. يا لهوي، كنت بتجيلهم كل يوم؟ هو انا لحد دلوقتي يا عيني يا ابني. لا وانت صغير يعني مشوار. لا اتعودت يعني. لا المعادي مصر الجديده طريق مش وحش، مش بقى زحمه وبقى ظريف يعني. وبعدين اكل عيش. لا لا اكل عيش وانت عندك 17 سنه؟ لا. طيب انتوا اتلميتوا على بعض كحبيبه او عشاق للروك مش كده؟ اساسا يعني كنتوا بتسمعوا غربي طول الوقت. طيب لما الاستاذ علاء الكاشف قرر يكتشفكم، عرفكم منين؟ الساوند انجينير المشهور يعني. انا اتقابلت معاه اول مره، سمع اغاني ليا، قال لي هو حب الموضوع لانه كان عنده باند زمان خالص. فمن هنا احنا كنا، ما حدش اكتشفنا، احنا كنا اوريدي عاملين باند وبنغني وعاملين اغاني ومسجلينها بس عمرنا ما بنسمع لحد. اول حد سمعنا كان اوائل الناس علاء، عنده استوديو كبير. فزي ادانا الاستوديو، قال لنا الاستوديو ده بتاعكم اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه. سجلنا حوالي 30 اغنيه مثلا عنده تحت اشراف منه، ونصايح وتبس بقى من في الهندسه الصوتيه، ممكن شريف حتى يتكلم فيها اكتر لان هو شريف متخصص في حته التوزيع الموسيقي والهندسه الصوتيه. هو علاء ساعدنا كتير قوي، وكان على طول فتح لنا استوديو بتاعه نسجل فيه، كانه صاحبنا بالظبط. وعملنا اغاني كتير قوي عنده لحد دلوقتي يعني بنحبها. انت متخصص ايه؟ توزيع؟ انا اكتر دي دراستي اكتر برودكشن، ميوزك برودكشن اللي هو التوزيع. او هو مش توزيع بس يعني فيلم هندي يعني. الانتاج هو انتاج موسيقي نفسه. هو في فرق بينه وبين التوزيع شويه بس. مش دي حاجه مش موجوده في مصر قوي، بس احنا الموزع هنا في مصر هو اللي بيعمل الشغلانه دي. لا انت انا خلطه يمكن ما بين توزيع البرودكت ولا توزيع الهارموني. التوزيع ده اللي هو لا مش البرودكت، اللي هو المزيكا اللي هو توزيع المزيكا. ارينجمنت يعني. بالظبط. في حاجه اسمها ارينجمنت، في حاجه اسمها ميوزك برودكشن. طبعا. والساوند انجينير برضو بارت كبير برضو من دراستي، وبلعب ده اللي بعمله مع الباند يعني. ممكن ادم بقى هو برضه ده بيعمل ميوزك برودكشن قريب، بدا يعمل نعمل اغاني جديده في الالبوم اللي بنحاول نعمله الجاي. فادم برضه دلوقتي بيعمل ميوزك برودكشن، وهواري كلنا بنحاول يعني نطور من نفسنا يعني. يعني ادم مثلا هو اللي زي المانجر دلوقتي مثلا في الوقت في الفتره دي ولا ايه؟ يعني ممكن هواري يعرفك بينا. لا يعني هو شريف هو بيلعب كيبورد مثلا، وبيلعب 15 اله ثانيه، اتعلم عود، لعب عود في الالبوم اللي فات. هو ميوزك بروديوسر، هو مهندس صوت، هو ملحن. ده بالنسبه لشريف. وطبعا شغلته الاخيره ان هو بيتخانق مع امير، بس هما الاثنين بيتخانقوا في الاستوديو ودوشونا بيتخانقوا مع بعض. ربنا يسهل. وامير بيتخانق مع كله عمال.
ادم هو بتاع الفلوس يعني اي احنا كلنا طب ما بقول لك حسيت ان هو اللي بيتفق له هو الراجل المادي هو ادم اي حاجه ليها علاقه حسابيه في البند ادم هو اللي ماسكها لان احنا مالناش في الموضوع ده خالص ولا واحد فينا غير ادم وهو برضو بيلحن وبيساعد في التوزيع وبيوزع وبيلعب بيز وبيلعب ساكسفون كويس ده بالنسبه لادم وادم عنده يعني هو مسؤول عن شركه بتاعتنا شركه تانية مش هنقول اسمها يعني بس هو المسؤول عنها اللي ماسكها من ناحيه الاداره وكده لا يعني البرين هنا في البرين تامر من الناحيه الاداريه اصلا يعني ان احنا مثلا عايزين نجيب حد يشتغل في شغلانه معينه عايزين محتاجين اي حاجه للفرقه هو تامر هو اللي بيجيب اصلا الناس في ناس ساعات اصلا يجي لنا يا جماعه انا محتاجين ان احنا نشوف مثلا حد يشوف لنا مثلا اللبس اللي هنلبسه مثلا عامل ازاي حد يشوف اي حاجه فتامر هو ماسك الناحيه الاداريه شويه للبند مين اللي عامل مربوط باستك انا اللي كتبها ايه حكايتها لان انا عرفت ان انتوا كل غنوه ليها حكايه حصلت حاجه فانت رياكشن بتاعها بتقوم كاتب الغنوة هي مش حكايه واحده يعني هو بتكلم عن نايت لايف في مصر اكتر والناس اللي بتشوفهم بداية من موقف شخصي بيكون حصل لي مثلا انا كنت مسافر دخلت كلوب مكان فين ومكان كل الناس لابسه اجمد لبس في العالم يعني وكنت انا وليلى مراتي ورايحين مثلا عايزين نتعشى بسرعه بالشورت والشبشب وبتاع وعايزين لحته مصيف في الجونه فهي مش لابسه عادي مش عارفه بس فجت في مخي فكره ان يعني الناس كلها عامله مجهود رهيب وكده وهي مش عامله اي مجهود وانا بشوف شكلها احلى حاجه بالنسبه لي فدي كانت الشراره الواد يا رومانسي حليله اللي شايف مراته ده رابطه دماغها باستك يبقى حاجه لطيفه والله منك كتير يا رب لا يعني شكلها يعني هي دي كانت الشراره بعدين نمت على الاغنيه فتره طويله بعدين رحت مثلا مكان تاني فجات لي فكره تانية مثلا بعدين تامر مثلا فكرت حاولت ابص بمنظور تامر انا دايما بحاول تامر رابط شعره باستك لا حلو لا يعني انا بحاول افكر بمنظور كل واحد مننا مش انا لوحدي يعني اكتر احيانا بشوف شخصيه تامر لما بيخرج يروح كلوب مثلا هو اللي اداني فكره في اخر الاغنيه ان هو ان مثلا حته هدوم غاليه وناس رخيصه بحس مثلا ان تامر مش متكلف مثلا ممكن يكون بيقعد مع ناس كتير متكلفه شويه فحسيت ان هو يعني حسيت جات لي الجمله من هنا معرفش اصلا بيكتب كلام كتير جدا كنت اربع اغاني حاسس ان عارفه بتحسي ايوه انا عايز اقول كده هي دي الجموديه فيها حته وصعب قوي اقول يعني ان انا عملتها ازاي كلها على بعض بس الموسيقى بقى الشريف طبعا وهواري وبقيه الشباب ان خدوها في المنطقه الصح في الصوت بتاعها اللي هي المفروض تبقى فيه ودي فكره البند احنا مش عاملين بند عشان نبقى شباب روشين شويه شباب مع بعض لا عاملين بند عشان هي ما ينفعش تمشي غير بالبند كل واحد ليه دور محوري ورئيسي ومن غير لو واحد فينا مش موجود او عيان مش هينفع نعمل اغاني فهو تيم ورك بدل ما انا ابقى مغني اروح لواحد يوزع لي واحد يكتب لي واحد يلحن لي واحد يهندس مهندس صوت واحد ينتج لي واحد يجيب لي فلوس واحد مش عارف ايه لا احنا كلنا بنعمل الحاجات دي مش محتاجين لحد احنا مستقلين بنفسنا كومبليتلي بس طب يلا خلينا نسمع مروان باستك دي نسمع مروان باستك يلا مش انا خدي بالك ما بصيش على الاستك نفس المكان بس اليوم جديد نفس الحفلة وانا كالعادة وحيد نفس البنات والحكايات مع اختلاف الاسماء مزيكا بترقص زحمة تفطس والناس على بعضها بتبصب ده بنفس انديه بتلسل والجو مكهرب ومتنشن دخلت واحدة شكلها غيرهم باين قوي انها مش منهم اجمل واحدة من غير مجهود لابسة عادي وشعرها مربوط بهاستيك في وسط ناس بلاستيك كله عامل فيها بيستر بوباستيك مربوط بأستيك في وسط ناس بلاستيك كله عامل فيها بيستر بوباستيك
في عينيها وحصل زلزال وشبط فيها زي العيال بس العيال كتير وبيهز وبيعكس وهو يستفز ومع المزيكا بيهزوا اللي ضرب شوطين والجرأة السيئة واللي شد لينين والثقة واخدة هدوم غالية وناس رخيصة وكله هايص أكيد في العيصة عيني جات في عينيها من جديد اتكسفت بصيت بعيد حصلت مفاجأة فكت شعرها فجأة وسط المكان بعد مكان مربوط بلاستيك في وسط ناس بلاستيك كله عامل فيها بستار بومباستيك مربوط بلاستيك في وسط ناس بلاستيك كله عامل فيها بستار بومباستيك انت النح بصيت لي باحتقار من فوق لتحت قلت لها انا غيرهم انا مش منهم واتاري مفيش فرق بيني وبينهم مربوط بلاستيك في وسط ناس بلاستيك كله عامل فيها مستر بومباستيك مربوط بلاستيك في وسط ناس بلاستيك كله عامل فيها مستر بومباستيك مربوط بلاستيك في وسط ناس بلاستيك كله عامل فيها مستر بومباستيك مربوط بلاستيك في وسط ناس بلاستيك كله عامل فيها مستر بومباستيك شكرا لما تكونوا عندكم 17 سنة واللي جمعكوا على بعض الروك كنتوا بتسمعوا ايه في الوقت ده؟ كل واحد كان بيسمع ايه قوي قوي او تركيبته الموسيقية اترتبت ازاي؟ انا عن نفسي كنت بسمع كل حاجة يعني بسمع عربي عادي وانجليش وبتاع وبعد كده بدأت اكتر نقعد مع بعض اكتر وكده كنا بنسمع ميتاليكا بينك فلويد كول بلاي نيرفانا كنا بنسمع كل حتى اول ما بدأنا هم دول الناس اللي بدأنا أول ما جينا اتعلمنا كنا نلعب حاجات كوفرز ليهم وبعد كده بقى بدأنا ندخل بالعربي ليه ما غنيش باللغة اللي احنا بنتكلم بيها ونعبر عننا بس انت يعني البنا كله غربي غربي بس مع الوقت طبعا احنا الفترة دي كل شوية بننضج أكتر وبنفهم أكتر حاجات فبنحاول ندخل الأول كان عندنا أغاني مثلا تلت ساعة ساعة لتلت ونص ساعة وحاجات كده بقى سايكيدليك وحاجات كده كواحدة واحدة بقينا بندخل شرقي أكتر وكده بس بنحاول على طول نبقى لينا الصوت بتاعنا اللي احنا نوصل للصوت اللي احنا يبقى الناس تسمع المزيكا تعرف ده كايروكي بعد وقت طويل بقى طيب ده يترجم عند هواري مترجم عندك نفسه نفس الحالة؟ برضو نفس يعني نفس الموضوع يمكن قبل كده كمان وانا يعني طفل كان بابايا كان بيفرجني على افلام اللي هي وانس ابون تايم ان ذا ويست وافلام بتاعت كليند ايست واللي هي السباجيتي ويسترن دي فدي اثرت عليا جامد وفي نفس الوقت لما تعرفت على امير برضو بدات اتعرف على الناحيه الشرقي بقيت احب مثلا قوي السيد مكاوي بقى بالنسبه لي استنى بس يعني الخلطه انا عايزه بس اشوف امتى الشرقي دخل على السيستم بعديها بشويه بعدها بشويه بتالي انا بالنسبه لي جت من امير من انا أمير. جت من امير موستلي يعني انا عشان في الجانب برضو كنت انا وادم اكتر يعني كنا ننزل الشارع كتير واحنا كنا معادي في حتت يعني حته راقيه شويه بس انا وادم كنا بنجنح شويه نروح ايه الحته كده فثقافتنا اكتر ارتبطت لا وبعدين انت عندك حاجه امير بيتاثر بكل حاجه شويه يعني يروح زي كده يتفرج على الفيلم يتاثر بالفيلم يلبس الشخصيه بتاعت الفيلم شويه كده يدخل مثلا مزيكا شرقي شويه بقى كده هاوس شويه بقى لا بس انا تاثيري الرئيسي جوايا اللي في دمي اكتر حاجه الشرقي بس بحب جدا المزيكا الروك فدي كانت مشكله كبيره بالنسبه لي يعني مش عارف اكون حلم لان انا بحب حاجتين برضو مع مش مع بعض يعني انا كان بابايا عنده يعني
كنت بياخدني اتفرج على عدوية زمان واحنا صغيرين فكنت موهوم ازاي حد يعمل كده ومش عارف ايه. وفي نفس الوقت كان عندنا موضوع الشرايط, كان شريط كان بقى ساعتها ميتاليكا وبينك فلويد والحاجات اللي كل الشباب بيسمعوها في الوقت ده, ونقعد بقى نتنافس مين جاب شرايط اكتر ونبدل مع بعض. وجبت بعد كده انا اقدر اسجل شريط على مزاجي فبدانا نعمل شرايط وسلفه لهواري هاري, فبقى في منافسه شويه مين بيفهم اكتر في المزيكا فينا من خلال الشرايط. فالمنتخب كله اللي كانتوا بتنقوه مايل غربي بالظبط. وانا احب قوي الموسيقى الشعبي اكتر وكمان مش يعني هو بيغني شعبي احسن اصلا. فالشعبي ده خلاني بقى شعبي امريكاني. لا شعبي شعبي شعبي, شعبي بتاعنا احنا لا والنبي اه والله توعدني هو فالشعبي ازاي يعني بتعملها ازاي دي عادي قول لي طيب عادي ده ما مش مطرب مطرب بس طب ما تقول لا انا مش مطرب جيب لك مايك ماشي نجيب مايك هاتوا مايك يا اولاد سلام سلام يا شفشق على الشطاره برافو عليك انا ماليش في المتجو انا مش مطرب يعني انا قلت ان انا مش مطرب انا بحب انا قلت ان انا بحب الشعبي بس انا ما قلتش ان انا مغني شعبي بس انا هعمل حاجه ماشي. انا اللي كاتبها برضو طيب قول ماشي عجبي عليك يا زمن فينا مش سائل وانا اللي استاهل اني صدقتك ومشيت وراك لحد ما سبقتك بصيت ورايا لقيتني واحد في وش المدفع مش عارف ارجع الدنيا بحر غدار وفيه انا عيب ما فيهاش شيء مضمون ولا شيء دايم وكالعادة العبد بيتمادى كالعادة العبد بيتمادى والبحر يحب الزيادة في صوت جوايا بيناديني من بعيد سمعوا وعارفوا كويس بس أنا عامل عبيط نقطة بيضة في وسط سواد إنسان بينادي جمد هو البراءة والسذاجة وأنا الدنيا الكذاب هو أنا وأنا هو هو بالظبط كده شكرا شاطر والله برافو طيب هو كان بيسمع شعبي وانت روك وهواري مكاوي بعد شويه ادم فيروز محمد منير ساعات وشعبي برضو عدويه زي امير برضو حتى في نفس الفتره لا ادم عنده موسوعه من الطرب الحاجات اللي عبد الحليم وعبد الوهاب وفريد اطرش عند ادم بسبب مامته بقى خلاص بس ده كان قهر ماما يعني. كانت ايه مهتمه ولا كان ليها نشاط لا هي كانت بتسمع كتير قوي لا مش ما فيش نشاط بس انا كان قهر لازم اسمعه وانا رايح المدرسه لا مش عشان كده يعني كنت كل يوم في المدرسه لازم اسمع فكنت يعني حبيتهم شويه وبعدين كان الموضوع زاد فاتجهت غربي بس دلوقتي رجعت اسمع طرب وكده تاني في النص يعني انا مبسوط بسمع بقى راجي بقى صح بحب الراجي جدا وشريف بقى انا نفس القصه برده وانا صغير بابايا على طول بيسمع ام كلثوم وبتاع انا كده برده ففي البيت على طول ودني وانا ودني بتسجل اي حاجه بسمعها على طول بتسجل فالنوت كلها طبعا في دماغي وحتى بدات لما كبرت شويه بلعب عود ما الموضوع ما كانش صعب بالنسبه لي يعني كنت اتعلمته لوحدي ما حدش علمني عود وعملنا حتى اغاني شرقي في الالبوم طلعت الميلوديز بتاعت على العود وطلعنا عليها اغنيه بعديها ف متهيألي ان انا عشان عايشين في مصر وطبيعه ان انت مصريه برده بتسمعي في الشارع ومش عارف ايه كل ده بيأثر على ودنك فيمكن الشرقي بالنسبه لي انا ابتديت الاقي السلطنه اول ما ابتديت العب عود ابتديت احس بفكره السلطنه دي اللي هي مشكلتي مع المزيكا الشرقي عشان ابقى صريح بقى انا ما بعرفش اعبر ساعات عن حاجات معينه بالطرب او المزيكا اللي هي فيها مزاج وسلطنه يعني مثلا انا ممكن ابقى غضبان مثلا فمحتاج مزيكا روك عشان اعرف اعبر عن ان انا مثلا مش طايق اليوم ده فمش هطلع انا مش طايق اليوم ده وبمزاج انت وصلتني الحته انتوا دلوقتي فرقه ليها طعم خاص جدا بعيد عن التاريخ ده اللي انتوا بتحكوه السلطنه ومش عارف بيسمع الاطرش ومش عارف ايه وكده النسيج اللي اتكون عندكم ده هو في الاخر حاجه جديده جدا على اللي ما كانوا موجودين في الفتره دي جدا وبعدين ظهرتوا فابتديتوا تعملوا دايفرشن في ذوق الشباب جدا بقى اللي هم طالعين دلوقتي وبيستقبلوكم انتوا لسه الرصيد ما تكونش فيه كتير فبقيتوا انتوا الاساس حابينكوا جدا فاهمينكوا جدا قد يكون الجيل الاقدم شويه مش عارف يترجمكوا قوي يعني لسه مش مستوعب قوي
محتاج وقت. اذا اداكوا فرصه يعني المفروض انه كل الاجيال تدي بعضها فرصه. انا اسمع القديم كويس قوي واضرب له تعظيم سلام وهو كمان يسمعني عشان لو عندي جديد اقدمه. الفترة دي بقى انتوا ظهرتوا فين بقى في مع بداية الثورة ولا فين؟ احنا 2003 دي انا اتمرمطنا بقى. 2003 انتوا لسه بتنشأوا بقى ولعبنا في اماكن مثلا ما ينفعش اقول اسامي وكده بس لعبنا في اماكن كتير. نلعب في الشارع، نلعب في مدرسة، في جامعات، تالنت شو مثلا، نقعد نلعب في البيت استوديو. لا احنا القصة اصلا احنا من 2003 بقى لنا 12 سنة. احنا بدأنا كانش في مكان نلعب فيه مزيكا، كنا واخدين في بيت امير اوضه نومه قلبناها الاستوديو بتاعنا، وبعد كده شويه عملنا السفره وهي الاوضه كانت صغيره يا مامه امير. طلعنا لغينا السفره عملنا السفره. انا عايز اتعرف عليها دي ست. لا وبعدين اتجوز وراح بيته الجديد رحنا وراه برضه يا مراته يا مرات امير يا غلبانه يا اختي. ده بجد عملنا البوم في بيته الجديد بس يعني هم متعاونين هو تاني الواد جامد يعني برضه الماما بتحب كده ومراته تأثيره هو شديد. لا وبعدين ما لقيناش حد ينتج ومش عارفين هنعمل، طب قاعدين نسجل هنعمل ايه؟ فروحنا عاملين شركه انتاج على عنوان تامر مثلا. مش يعني يا ابني عملنا شركه الاول، كان عندي شركه الاول اسمها الوكاله. وبعد كده بعد صوت الحريه بدانا خلاص يعني جه بقى شركات انتاج كتير وكده. بعد كده قررنا احنا مش عايزين نمضي مع حد عشان ما حدش يتحكم فينا. حته لا مثلا امير بيحب يكتب اغنيه عايز انزلها دلوقتي حالا، او عايزين نعمل كذا، عايزين لو عملنا كده فحسنا ممكن حد يتحكم في حته لا ما ننزلش دي، لا الكلام ده هغيره، لا المزيكا. فقلبنا الشركه خلينا كاروكي برودكشن وبدانا احنا ننتج الالبوم بتاعتنا ونوز، يعني بدنا نتفق مع كل الناس ان احنا نوزع فيديوهاتنا كل حاجه بدنا نعملها مجهودات بقى ازاي كل حد فينا بقى مسؤول على حاجه. ثواني، من اول ما ابتدينا واخدين اللون اللي احنا بنعمله دلوقتي ده؟ لا. كل شويه طبعا بيتغير طبعا. مع الوقت بيروح فين احسن اوحش اجدد رايح كل البوم مثلا يعني مثلا في البوم مثلا مطلوب زعيم ده مثلا بيأرخ الوقت اللي كان من قبل الثوره لغايه بعد الثوره هتلاقي هتفهمي مصر كانت عامله ازاي ساعتها. بعديها في البوم مثلا وانا مع نفسي قاعد حاله واحد قاعد لوحده مثلا قبلها بنقعد قبل اي البوم امير بيطلع بالفيجن عايزين ايه من الالبوم ده، طب نوع المزيكا هتبقى عامله ازاي، الكلام الدايركشن. فكل حاجه كل البوم هتلاقيه مختلف شويه عن الالبوم اللي قبله، كل شويه بنزود اله يعني زي مثلا بنبسط بحاجه جديده علينا وعلى الناس بالنسبه للميوزك دي. بس هي الفكره بصفه عامه احنا حضرتك انا سؤال حضرتك اللي هو احنا ازاي وصلنا للشكل الحالي ده. هو الشكل الحالي ده نتاج في خمس اشخاص بأذواق خمس اشخاص مختلفه، اصلا خمس اشخاص اذواقها مختلفه، بنحب المزيكا قوي وبنقعد نكسبيرمنت ونلعب ونتسلى بتطلع في الاخر حاجات عامله كده. الفكره حضرتك قلتي لي الحاجه الجديده اللي بالنسبه للجيل الجديد هو انا نفسي يبقى ده يبقى مجرد نوع من الموسيقى اللي موجوده دلوقتي. نفسي جيلنا احنا يبقى اختلافه عن الاجيال اللي فاتت في ان يبقى في نوع زينا وناس بتكرهه ومحدش بيحبه وفي وبس بيحب نوع مثلا تاني زي فرقه مثلا المسار الاجباري او تاني او وفي نوع تالت مثلا زي شارموفرز وبيكره ده وبيحب ده ويبقى في بقى تنوع في فرايتي يعني لا انواع احنا موجودين خالص يعني بالعكس كل واحد له طعم بالظبط. انتوا مسار اجباري وفي بالزبط. فرقه تانية كمان لذيذه قوي شارموفرز وبلاك تيما وشارموفرز وسط البلد اقول واحده تانية خالص هي. المهم انه جميل انه الاذواق تتنوع وكل بالزبط. حاجه بس انا اللي بندهش له مش برفضه ولا حاجه انه العيال بتفهمكوا جدا فاحنا نقول ايه العيال دي فاهمه هم دول بيعملوا ايه العيال دي فاهمه الناس دي ازاي امال احنا ليه مش فاهمين قوي كده بس حضرتك الالبوم الاخير مثلا بالنسبه للناس الكبار برده في ناس مثلا سمعت يعني مثلا زي خالد هواري وكده في خطوبتك في ناس كبيره واهلي وكده في اغنيه اسمها اللي هي بترجع من البيت اول ما تسال والله ما عايز دي اغنيه بتتكلم عن واحد راجع من شغله تعبان وبيحلق مراته وبيقول لها جنون مش عارف فالكبار حسوها جدا لقوا نفسهم فيها بس احنا المشكله برده اللي احنا عندنا الاغاني اللي متبروزه اكتر اللي هي صوت الحريه على الاغاني اللي هي مصوره فبياخدوا بيسمعوا ده بس ما بيسمعوش بقيه الالبوم فتحطينا في قالب بس الشباب بيسمعوا بقيه الالبوم الشباب بس انا بتكلم على الكبار اللي هو يعني القاعده الجماهيريه بتاعتنا احنا دلوقتي اللي حصل اختلاف شويه زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا مثلا فمثلا كانوا الفنانين تقريبا الناس بتقعد تشتمهم ما دلوقتي ما الناس تشتمنا على فيسبوك او تويتر او كده انت بتعرف فبالتالي بقى في مثلا احزاب ناس بتحب مثلا فلان وناس بتكره علان زمان ما كانش فيه الشفافيه الواضحه دي ان الجمهور يعني كلمته واضحه الجمهور كان كله بيحب فلان واللي بيكرههم صوتهم مش باين يعني
فدلوقتي بقى في ميزه ان في هو كانت بتصعب الرحله كمان، لانه اللي طالع جديد والقاعده الاساسيه من الجمهور بتسمعه، واللي طالع جديد ده بتاخد منه موقف. صح. فهو عشان يوصل لدول بيتعب ويشقى ويتمر، انتوا مفيش وقت على طول تقدروا توصلوا للناس بسرعه. ايه اللي جمعكم مع سعاد ماسي؟ اغنيه اجمل ما عندي، اللي هي عندي امل. عندي امل جميله. اتجمعتوا معاها ازاي؟ هي اغنيه كلمات عمر طاهر عملناها شريف. الاغنيه ابتدت ان كانت فكره، كنا قاعدين كان ساعتها نور بيقطع كل يوم في مصر تقريبا، كنا قاعدين في الاوضه بنلعب مزيكا، وانا كنت ماسك الاكورديون وقاعد بلعب من على نفسي، قاعد بتخيل انا بقى في فرنسا ولا فين، فما يعني قاعد بقى الدنيا ضلمه، فانا بقى بتخيل اي حاجه. انت تسلك انت فيهم بقى نون الكتريك. وبعدين فبلعب وكده، وبعدين امين حتى كان في الاوضه اللي جنبي، لقيته جري جري استنى استنى وبتاع، طب في لحن في دماغي استنى استنى، مسجلينه. كان عندنا الكلمات بتاعت عمر طاهر بدانا نحطها، وبعدين بقى عندنا برودكت للاغنيه دي بالشكل ده. فقعدنا نفكر ان دي حلوه قوي لو عملناها دويتو مع حد، وقعدنا نحط لسته مين احسن ناس ممكن يعني نعمل معاها. وكان في لسته طويله يعني، كان اولهم اول حاجه سعاد ماسي، ما كناش متوقعين ان هي هتغني معانا يعني. هي الموضوع هيمشي سلس، انا كمان مش قاعده في مصر وكده، وكانت الدنيا مشيت لذيذه جدا، وعملنا الاغنيه وصورناها وصورت حسنانه يعني في حواري باريس القديمه المبلطه دي والدنيا ممطره والارض بتلمع كده. يعني ده كان وانا مغمض يعني، كنت شايف كده، بس الموضوع راح في حته ثانيه. انا حسيت كده. خلينا نسمعها، خلينا نسمعها. ضد الملل عمري ما سيب حزني يزيد يبقى جبل، عندي اللي يفتح لي بيبان الفرح، انا عندي امل، عندي صحيح حاجات كتير لكن ناقصني حاجات اكتر، ناقصني اني اقدر اطير، وانا عارف اني في يوم اقدر، عندي قمر بسهر معاه، عندي معاد وحبيبي لغى، عندي حضن ساعي يكون ريقي نشف والحب روى، واجمل ما عندي ايمان بالله، ونقول يا رب تكون في العون. اصل الحياة صعب حاجة علي ما عندوش غير احساس، والناس لبعضها محتاجة، وانا لسه عندي امل في الناس، اصل الحياة اصعب حاجة علي ما عندوش غير احساس، والناس لبعضها محتاجة، وانا لسه عندي أمل في الناس، عندي أمل أسهر معاك، عندي معاد وحبيبي لغاه، عندي حضن ساعيكو ريقي نشف والحب روى، أجمل ما عندي إيمان بالله، ونقول يا رب تكون في العون.
برافو. عايز اسالك سؤال كويس. اتفضلي براحتك. حاسه مش كويس. خفيش انا اتقبل اي حاجه. انت عارف ان في ناس واخده موقف من صوتك او طريقه ادائك. انا واخد منهم موقف. طلع كويس. انت غريب. دي حاجه عاديه. والله العظيم انت غريب. انا اسف. ماشي. ايه بقى المشكله؟ انت حاسسها؟ المشكله ان انا صوتي مش حلو. بس طلع مش كويس السؤال. لا خالص. ماشي برضو. طيب خالص والله. فكره ان انت ان الصوت الطربي اللي بيغني طرب وصوته جميل ويبقى عازب كده على الودن يعني ده نوع من الغنى. مش هو النوع الوحيد. في ناس بتغني راب، في ناس بتغني بلوز صوته مثلا التو اكتر، في ناس بتغني في ناس بتغني هيفي ميتال وبيصوتوا، وكل واحد ليه جمهوره وناس بتعايشه مع بعض عادي ما بينطوش في مساحه الناس اللي بتسمع التانيه عشان تنتقد مثلا انت بتسمعه. انا مش مجرد واحد بغني صوته حلو وجاي سلطنك ومزجك خالص. انا راجل بكتب كلام بحاول انقل لك افكاري، اعبر عن ذاتي وعن اللي انا بمر بيه انا وجيلي او الناس اللي زيي. اوكي. فانا بحاول اعمل الكلام ده. اما جينا نعمل الباند في الاول حاولت كتير اخلي ناس تانيه تغني الاغاني بتاعتي. محدش بيعرف يغنيها لان هو بياخدها. انت كاتبها اصلك على طريقه كلامك، على بالزبط. طريقه ادائك والقائك. بالظبط. لانه لما قعدت اسمعكوا شويه لقيت انه البطل الكلام في الحقيقه يعني، وانتوا بتتكيفوا كلكوا بتخشوا تحت امبريله الكلام. صح ولا انا؟ واحنا عندنا في كايروكي ميزه عن بنشوفها، انا بشوفها ان احنا باند عنده انكار للذات. يعني مثلا لو احنا يهمنا اكتر حاجه في العالم الاغنيه دي كلامها يوصل للناس بالشكل السليم بدون ما هو يطلع شكله بالجيتارست اجمد حاجه، مع انه ممكن يقعد يعمل شلبازات بالجيتار زي اي ناس اي عازف عارف. تامر يقعد يلعب بالدرامز مثلا نص ساعه قبل ما كل الحاجات دي ممكن نعملها، بس احنا هدفنا في الحياه اساسا وكلنا تحت رحمه شخص واحد اسمه كاروكي احنا بنخدمه، اللي هو الاغنيه دي توصل للشخص ده بالشكل ده. لو واحد قاعد حاسس ان هو انا عايز اشاركه اعلن عن وجودي من خلال اغنيه، ما بحب ارغي فبرغي في خلال الاغاني دي. فهي دي فكره كايروكي، مش فكره ان احنا نغني لك صوتك تتبسط جدا وتتنط وتحس انك ياه صوته جميل. انا مش دي فكره. فكره انك انا بتكلم معاك في حاجه وفي نفس الوقت مع موسيقى جامده جدا بتخليك تتبسط تخش في المود المعين او تخرج منه او زي الشجر بروح وباجي مع لسه في مكاني هنا مفيش عينين عشان اشوف على جنب انا محدود وحداني بكلم خيالي لكنه فاهم كلامي وانا مع نفسي انا مش عايزه اكذب واقول ان انا استطعمتكم من اول يوم خالص خالص يعني، لانه لا رصيد بقى انا قديم برضه، انا قديم يعني قوي. لكن لما تقعد تسمعك وبعدين لسه عندي هنا حتى موجوده معانا شابه جميله كده بنت حد من التيم بتاعنا يعني امور صغننه كده حافظه الكلام، واللي هي الحاجه الصعبه انها حافظه الكلام صم، عارفه ان غنوه مش عارف انا جينا في الدنيا في لفه مش عارف ايه، راحت مسمعها لي كلها. حتى لما جيت قلت لها انت شفتي الاعلان اللي كان فيه مدحت صالح؟ قالت لي مين مدحت صالح؟ انا طبعا رميت نفسي من فوق البرج ورجعت تاني فوق، قلت خلاص ماشي. الجيل ده سامع هنا ويمكن في تقصير في انه يعرف القديم بتاعه، انما ده بيقول لي ان في بريدج واصل مفتوح، الطريق مفتوح بينكم وبين التينيجرز اللي انتوا بتركبوا عليهم الشغل كله كما اتخيل يعني. يعني انتوا جمهوركم التينيجرز او المراهقين يعني احنا بس الاغلبيه بتاعتنا تينيجرز مش ترو، بس احنا بنتكلم عن نفسنا واحنا ناس، في ناس كتير قوي زينا. بس اهم حاجه هنكلم عن نفسنا بصدق، نتكلم عن اللي بمر بيه في حياتنا.
ببساطة يعني. أنا ما بتكلمش عن حاجة مش بقعد أدور الناس نفسها تسمع إيه أو التين إيدجر ده حاسس بإيه. أنا ما بيهمنيش هو حاسس بإيه خالص، أنا يهمني أنا نفسي أنقل تجربتي ورؤيتي للموضوع، وبتصادف إن في كذا مليون واحد زيي. وعايز أقول حاجة في الأول خالص برضو لما بدأنا إحنا في مصر هنا أنواع المزيكا قبل أنا شايف كده بصراحة قبل ما نطلع كان أنواع المزيكا كلها شبه بعض، مفيش حاجة مفيش اختلافات كتيرة. إحنا شعب مصري أصلا واخد على حتة الطرب أكتر، لو لازم تغني فيه طرب وكده تمام. الفترة دي كانت فترة كمان انفتاح القنوات كلها بتاعت المزيكا بالظبط، وحصل اللي فيه قنوات كتيرة فتحت مزيكا، فبقى فيه ناس كتير جدا. إحنا لما دخلنا الموضوع في الأول كان الموضوع جديد بالنسبة للناس من ناحية الكلام، إحنا يعني الفرق مش إحنا يعني من ناحية الفرق بس، من ناحية المزيكا من ناحية الكلام من ناحية كل حاجة. فحت في الحته بتاعت امير يعني امير بالنسبه لناس تانية صوته حلو جدا جدا، وفي ناس بتحب صوته عشان صوته اصلي. امير مش بيصطنع صوت مع انه ممكن يصطنع صوت، يعني بيعرف يقلد كل اصوات روكرز بيعرف يعمل كده، بس هو بيغني بصوته، دي حاجه محدش بيعملها اصلا كتير. تاني حاجه في ناس جمهور بيحبوا صوت يعني بيحبوا الصوت ده جدا بالكلام ده جدا، فلما في حد تاني ممكن يسمع ايه ده انا مش عارف ايه صوته هنا مش او هو مش ده مش ده هو عشان اي حاجه جديده بالظبط يعني. في ناس كتير جدا كانت بتحبناش في الاول وبعد كده بيحبونا جدا جدا جدا. طيب فهموا ال قول لي كلام معدي الشارع. معدي الشارع بيقول مسكت ايديها عشان نعدي الشارع، بعنيها قالت لي مفيش مانع، عملت عبيط اكيد وفضلت ماسك، بصيت لي بص حد قالت لي حاسب. قلبت الموضوع في ثانيه هزار، خدتها السينما عزمتها على فشار. هي كلامها يعني اكتر كلامها شبهها شبه الجيل الجديد جدا. بس احنا ايه اكتر اغنيه عندنا هزار جيلنا ممكن شويه يعني كان جيلنا احنا شويه قبل الجديد الجديد بيخلص على طول خلاص خلص مش كلمنا ولا مين ولا الكلام ده مفيش كلمه ما بيهركش خالص هتعمل خلاص احنا عجزنا احنا يعني. مسكت ايديها عشان اعدي الشارع، بعنيها قالتلي مفيش مانع، عملت عبيط اكيد وفضلت ماسك، بصيت لي بصة حد وقالتلي حاسب. قلبت الموضوع في ثانية هزار، خدتها السينما عزمتها على فشار، والفيلم كان اكشن جبار، بطل فيه كالعادة بيكسب الأشرار، أيوة نفسي الفيلم يخلص والنور ينور، خايف أقرب أكتر خايف أطور، مش عارف أصدق ولا عارف منين أبدأ، مش عارف أفكر متوتر مش عارف أعبر. استني اليوم ده أنا من زمان افتح قلبي اقول لها كل الكلام، مستني اليوم ده انا من زمان افتح قلبي اقول لها كل الكلام، وامسك ايديها ونعدي الشارع سوا. عدينا الشارع ودخلنا في تاني الشارع، طونا في الزحمة وشوفنا الدنيا أحلى، الشارع علينا وأول مرة لوحدينا، فجأة طلع علينا عيال ولاد لذينة، عملت معاهم السليمة ونمر عليها ليمة، بصت لي بص خطيرة معنيها كتير، زي الواد بتاع الفيلم الأكشن الجبار، لوحدي هزم كل الأشرار، عملت عبيط تاني وحاولت اتمادى، بصيت لي بصة حادة والمرة دي بزيادة، قلبت الموضوع بزار كالعادة، قالت لي لم الدور وروح يا حمادة، مستني اليوم ده أنا
زمان افتح قلبي اقول لها كل الكلام استني اليوم ده انا من زمان افتح قلبي اقول لها كل الكلام وامسك ايديها ونعدي الشارع سوا كل حاجة وقلت لها الحقيقة وزي الفيلم النهاية كانت سعيدة ردت وقالت وأنا كمان نتقابل بكرة في نفس المكان استني اليوم ده أنا من زمان أفتح دلوقتي انتوا اول ناس او اكتر ناس او اوضح ناس عبروا عن ثوره في بدايتها وطبعا الغنوه بتاعه في كل شارع يا بلادي مش كده في كل ده اسمها ايه صوت الحريه ايوه صوت اللي هي في كل شارع يا بلادي حتى لما المطره نزلت قال لك الدنيا مطره والميه مش عارف طلعت ايوه ايوه مش كده صح الغنوه دي كانت قريبه لكل الاجيال لانه الحاله العامه كانت متفقه جدا معاها وطريقه تصويرها كانت مبتكره جدا هل دي اللي قطعت مساحه معاكم يعني اثرت عليكم الطريق قوي مش كده مش دي الثوره نفسها ثوره 25 يناير خرجت جيل جديد من المبدعين سواء مغنيين رسامين بلوجرز صحفيين اعلاميين حتى كان في باسم يوسف وناس كتير فطلعت مواهب كتيره وصوت جيل جديد طلع بسبب الثوره دي واحنا نتشرف اساسا ان احنا من ان الثوره يعني الناس بتعتبرنا ان احنا الثوره كان ليها دور في نجاحنا مش ده دليل ان انتوا قبل الثوره كنتوا بتعانوا من بالزبط. قدر ما من الانتشار المشكله بقى اقول لك اللي حصل بالظبط الناس قعدت في البيت مفيش حد بينزل مش عارف ايه عملنا صوت الحريه نزلناها اونلاين فالناس مفيش حاجه بتعملها غير متابعه كل حاجه بتحصل قبل كده لا مش بس كده أيوة بس ده سبب على فكره الاختيار بحريه يعني مش هناخد حد يختار اللي اسمع ايه بالظبط مش قناه ميل قناه حصل في اغاني ساعتها كتير شغال الاغاني اللي هي التوب 10 بتوعي لا في انا ممكن اتطلع بنفسي وابدا ادعبس وادور على اذواق مختلفه لان احنا في مشكله عندنا مش لاقيين لها تفسير لحد النهارده وهي ان احنا بنغني نفس الاغاني بتاعتنا من قبل الثوره بست سنين وخمس سنين ومحدش بيسمعها بالشكل اللي الناس سمعته بعد الثوره هي نفس الاغاني احنا اول البوم نزلناه كان معمول قبل الثوره والبوم ده عمل احسن مبيعات وقتها في السوق في مصر في فيرجن وفي كذا حته ايه انت بيقول لك عارف هو ايوه عشان ساعتها كنا احنا بنلعب فين بنلعب في ساقيه كانت ساقيه كنا بنلعب على طول في ساقيه اغانينا ما بتذاعش في راديو ممنوع كانوا بيذيعوا مثلا اغاني هي بيذيعوا مثلا نطلع سوا على الروف بس تسمع اغنيه كايروكي لا ما ينفعش عشان الكلام بالنسبه لهم خارج نطلع سوا على الروف وسائل اغاني يعني في اغنيه بتقول نطلع سوا على الروف زمان حاجات كده وحاجات كده اللي هي طيب ايوه انت عارفاها فما كانش احنا عندنا الوسيله ان احنا نوصل للناس الناس بقى اول ما الوقت ده بقى كل الناس كانت مركزه مع ساره فحصل طلعت اغاني كتير حتى الوقت ده اول ما الناس سمعت الاغنيه دي في ناس كتير جدا نزلت بسبب الاغنيه دي في ناس عرفت ان الميدان ده ما فيهوش مثلا عملاء اورانيين وبتاع دي الناس دي اخواتك وجدتك وامك واختك وكده وبدات بقى الناس تسمعنا من هنا وحصل طفره في حته الشباب كل الناس بداوا يركزوا مع الشباب كل الامهات والجدات كله عمل فيسبوك حتى الدنيا اتغيرت بعد صورة حياتي اللي كله بقى منفتح كل وكله قاعد يزق في الشباب احنا ورا الشباب واحنا كذا نزلت وقلت انا مش راجع وكتبت الدم في كل شارع
سمعنا اللي ما كانش سامع واتكسرت كل الموانع. سلاحنا كان أحلامنا وبكرة واضح قدامنا. من زمان بنستنى بندور مش لاقي مكاننا. في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. فرقة كايروكي من الأول هم بيعملوا الفكرة بغض النظر عن استقبال الناس. Meet Kairoki, a band that's made it to the top of Egypt's underground music scene. هم بيعملوا اللي طالع من جواهم وبعدين الناس تستقبلوا زي ما تستقبلوا. كايروكي أول مرة شفت أمير وهو لسه عنده 17 سنة وجالي هنا وغنى أغنية كان أول أغنية يمكن يعملها. ومن ساعتها أنا كنت مستني أشوفه تاني أمير. فلما سمعت كايروكي عرفت أن أنا لقيت اللي أنا كان نفسي أشوفه طول عمري. بصوا مبدئيا بالنسبة لي حاجة لطيفة وفريش إنه أبقى سامع صوت في كايروكي غير أمير عيد لأن الموضوع ابتدى يبقى ممل سيكا. لا هو صراحة تحفة جدا موسيقى زي الفل بس تحس برضه بتناكد صوت أمير في الموضوع. بعشق كايروكي. شفت فيهم الطموح موهبة الإصرار بشكل عام. كايروكي أنا شايف إن هو أذكى باند موجود دلوقتي. ما تحاولش تنقد مجتمع في أغنية. شخصية كل واحد نبتدي بأمير. أمير أول لما شفته كان طول الوقت ماسك كتاب. تامر بيقلب كلام كاين الاستوديو. أول لما يجي تامر تعرفي إنه تامر جاء من أول لما بيدخل من الشارع. شريف كان لسه صغير جدا. أنا كنت الصراحة مخضوض من الموهبة الصغيرة دي قوي. كان يمكن 17 سنة ولا حاجة. آدم أنا يعني حسيت إن بتعامل مع مهندس أكتر ما أنا بتعامل مع ميوزيشن. هواري موهوب موهبة غير عادية. يعني أنا بحب الجيتاريستات دايماً اللي بيلخصوا النوت ال 15 نوتة يعملوها نوتة واحدة. داخلين في سكك تانية جديدة. عاجبني كواليتي التوزيع الميكسينج والماسترينج. انا شايف ان ممكن امير لو غنى شرقي اكتر يعني غنى مثلا فكر يقول موال من مقام مثلا شرقي بحت ممكن يعمل حاجه مختلفه. هم مش بيتكلموا اكتر عن الايجابيات الموجوده في المجتمع او الاشخاص الايجابيين. كلمات بسيطه مش عايز اقول دقيقه يعني مش عايز اقول دقيقه بسيطه معبره بتقول وجهه نظر شباب في الزمن بتاع دلوقتي. طبعا موضوع صداقتهم من هم صغيرين خلاهم كعيلة وده جزء دايما. يعني هو الفرقة دايما هي عيلة. يعني دايما بتلاقي أفراد الفرقة قريبين لبعض أكتر ما هم قريبين لأفراد عيلتهم في البيت. وده كان حاصل مع الفرقة وده اللي خلاهم متماسكين ومتفاهمين وقادرين يطلعوا حاجة بروح واحدة. أتمنى يفضلوا كده على طول. إحنا عندنا مشكلة كبيرة دي بقى ما فيهاش بقى جيل. احنا عندنا مشكله من يوم ما مصر من ايام سيد درويش هو اخر واحد عمل الموضوع ده الله يرحمه. كان هو الوحيد اللي عمل الموضوع التنوع. بعد كده بقينا يا اما ثلاث حاجات اغاني حب اغاني وطنيه اغاني دينيه بس ما ينفعش تتكلم حاجه ثانيه. ايه ده عنده اعتراض؟ انت عندك اعتراض؟ لا ممكن تتكلم عن حاجات يوم زي بومباستيك مثلا او زي مثلا ناس وناس زي والله واحد قاعد لوحده عنده مشاكل فيه توبك ممكن اتكلم فيه طبعا. فبقى الموضوع لا انا متفقه طبعا بهرج. فاحنا جينا عملنا التنوع في بتاع فايه ده بيتكلم انا بحس كده احيانا انه زيهم مش عارف ايه. فبدا يبقى في ربط ما بيننا وما بين برضه الناس الجيل 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 جيلنا والجيل اللي اكبر منا
ده متعود ان هو اللي بيجي في التلفزيون ده هو الصح واللي مش عارف ايه يعني. في حاجات كده عندنا استنباط اتربينا عليها كلنا. ام كلثوم لازم يبقى كل الناس بتحبها مش عارف لازم في حاجات لازم كده. فيمكن جيلنا طلع ان هو كل حاجه لازم كل ايه ده مش عارف مين ده جامد ده حتى لو انت ما بتحبوش بس هو ده ناس يعني. انا مره واحد صاحبي بيكلمني ده بس من قريب بيقول لي في التليفون ايه بيقول لي انت معجبين بتحب عمرو دياب؟ قلت له ايوه طبعا بحب عمرو دياب وراجل فنان ليه تاريخ كبير جدا ونجاحه اكبر دليل على هو. قلت وجهه نظري. قال يعني نقدر نكتب ان انت من امير من عشاق ومحبين هو كان نجمه واحد فعلا بحب عمرو دياب. قلت له الناس مش هتستفيد حاجه بخبر زي كده. وفي نفس الوقت انا يعني بسمع ناس تانية وبحب يعني بسمع عمرو دياب بس ما هو انا مش من عشاق يعني بحب اسمعه كل حاجه. فقال لي يعني نقدر نقول بقى ان انت ما بتحبش عمرو دياب ما بتحبش الهضبه. فقلت له لا انا بحب ام كلثوم. عايز ياخد اي سطر بالظبط هو عايز ياخد اي سطر. فقلت له لا انا هو بيرهبني. فقمت انا بقى اعمل له ارهاب اكتر. قلت له انا بحب ام كلثوم انت عايز تقارن كوكب الشرق بالهضبه؟ طب انا بقى عايز اخد منك تصريح قلطعه برضو منشط كده زي المصارحين يلطعوا منشطات دول. اتفضلي. انت بتحب مدحت صالح؟ جدا خصوصا بعد ما قابلته. لا والله. وانت بتحبه؟ طبعا. وانت يا اسمعوا وانا صغير يعني. انا بحب اغنيه بتاعت كوكب تاني وانا صغير دي تاريخ امي يعني تاريخ. لا وانا بقى عايز بغنيها اصلا لوحدي وانا مثلا على الموتوسيكل وانا في البيت وانا اي حاجه بفضل ماشي اغنيها. من الحاجات اللي بتفضل تغنيها لوحدي. لما انتوا بتحبوا مدحت صالح وانا لا ادافع عن جيلي ولا اي حاجه. احنا تعودنا في هذا البرنامج اننا نطرح كل اراء بجد والله العظيم بحياتي. بس فكره الاعلان عملتوها ازاي او كان ايه وجهه نظركم انتوا بتعملوه؟ مش احنا اللي عملناها وهي اولا حاجه هزار. فمش عارف احيانا في ناس بتواجه صعوبه في التفرقه ما بين الهزار والجد. وموضوع هزار خالص وقعدنا نلعب اليومها موسيقى مع بعض وانبسطنا وعملنا الموضوع ومشينا وكان لذيذه جدا يعني. وبصراحه يعني بكلمك بصراحه ما اعرفش الكلام ده ممكن يلاقي حد ولا لا بس انا لما قعدت اتكلمت مع الاستاذ مدحت صالح وقعدنا نتكلم في الموسيقى وكده مش عارف انه عنده ثقافه موسيقيه واسعه بالشكل ده بس يعني لما قعدنا نتكلم ما حسيتش بصراحه يعني بكلم ما حسيتش ان هو حد كبير وانا حسيت ان هو شاب يعني شاب ده حقيقي لان هو شاب يعني في التعامل معاه بصراحه حسيته عادي ما حسيتش فيه حساسيات ولا في اي حاجه وقعدنا نهرج ونلعب جيتار وكمان الكونسيبت بتاع الشركه نفسه اللي عامل الاعلان هو معمول عن حاجه معينه بتشتروها من سن معين لسن معين ما ينفعش يعدوها فجت من هنا عشان كده فجاي عايز يبقى كده فقال لك لا الاراء انقسمت جدا حوالين طبعا الإعلان. طبعا ده حاجه اساسيه. ناس قالت ازاي مدحت يعمل الاعلان ده وناس قالت ازاي كايروكي يقبله مش عارف احنا اصلا قلنا كده في الاول وكنا مستغربين بقى كده عرفنا فكره الاعلان وعرفنا الكونسيبت بتاع اللي اصلا المفروض نعمله فطلعت حاجه هزار يعني عايز اكن انت عايز تجيب الحاجه دي مش عارف تجيبها عشان تكون المسج ما وصلتش عشان الناس ما بت عشان الناس مش متعوده على الهزار اخراجيا يعني او في مشكله ما المسج ما راحتش مظبوط زي ما كان بس مش كل الناس يعني في ناس عجبها جدا في ناس قال في هو طبعا اثار جدل فظيع واثار جدل مع مش فظيع لا فظيع انا لاحظت ان هو لسه في نازل مقال امبارح شتيمه بس لا هو ما انا عشان كده احنا قاعدين نعمل ايه هو مش عاوز ما في يعني مش مطلوب اننا نحس ان احنا كل ما جيل ينور يقوم دايس على اللي قبله لانه الحياه لا تستقيم بالشكل ده مش دفاعا عن الجيل اللي قبله الجيل اللي قبله اثبت نفسه وقعد في التاريخ واتكتب بالحروف كلها وعمل يعني مش ناقصه طبعا مش هو ده اللي هيخليه بتاع لكن هي الفكره انه ما ينفعش توصموا بان انتوا مالكوش قديم مش حلو طبعا. ومش ليه لان انتوا هتقدموا حضرتك بالظبط يعني ما تفتكرش ان انا بس القديم حتى لو قدمنا حتى لما يعني لما قابلنا استاذ مدحت صالح ما حصلش فرصه ان اتكلم معاه بس انا مثلا كلمت مع انوشكا يعني عرفنا بعض الناس قابلت حميد الشاعري كل الناس قالت عليه ألذ حاجه في الدنيا فتعرفنا على بعض لا اصلا ما حسيناش بالموضوع اللي الناس فكر فيه ده بصراحه بكلام جد انا اصحابي انا بجد كانت حلوه كانت حلوه جدا حتى لو سالتيهم خالص يعني انا حسام حسني اي حاجه من الناس واخداها صاحبي لانه ساكن في المعادي وبروح له على طول ونقعد مع بعض ونهرج كده وبنعمل اغاني مع بعض وبنلعب مع بعض وبتاع وبنلعب مزيكا يعني مع بعض وصاحب بالنسبه لي الصديق ليا حته ان هو انا ما اعرفش ان الفكره دي ممكن تكون بقى حاجات مجتمع بكونها ولا ايه بس حته ان هو جيل قديم وجديد انا اصلا الكلام ده ما شفتوش قبل كده ولا في دماغي يعني بجد مش ببالغ يعني ما عنديش هو انت لو
بص اصل في الفن بالذات، في الفن بالذات يمكن اجيال حساسيات تانية. انا اول مره اعرفها. لا خالص بقى، الفنانين نفسهم ما عندهمش الحساسيات خالص بالظبط، هي الناس اللي بتخلقها. وده الدليل انك انت يعني، انا قعدت مع يا خرابي لا لا بلاوي بقى طول الوقت وانا كنت عيله ولا زلت عيله يعني، انا قلبي وعقلي عيل فعلا، فالاقي شخص معايا اعيل مني. فالفن بالذات ما فيهوش الحدود دي. عشان قلت لحضرتك علاء الكاشف لو احنا قاعدين معاه لما كنا ماشي، هو انا بنقول له علاء اصلا هو راجل كبير بس انا والله العظيم بحسه صاحبنا وممكن اتكلم معاه في حاجه عندي وعنده. ما يطلعش فن يا تامر، راجل واخد جامي من الناس عامله الحزازات دي. بالظبط. انا بس حبيت اسالكم عشان يعني انا جاي اهدي النفوس ولا ولعها حرايق ولا نيله. ايوه ايوه. ولذلك انا حبيت ان انا اعزم لكم الاستاذ مدحت صالح. فجأة تعرفي مدحت صالح؟ مدحت صالح؟ لا ما بعرفه. ده استاذ؟ لا ما اعرفش. مين ما يعرفش مدحت صالح؟ فنان. بسمع مدحت صالح. مدحت صالح؟ مدحت صالح طبعا اعرف مدحت صالح. المطرب مدحت صالح نعرف. مدحت صالح مطرب، مع مطرب مصري قديم بقاله كتير وليه اغانيه الجميله اللي هي ايه؟ كوكب تاني وانا وياه بعيش. اغانيه القديمه بقى جايه على نفسك ليه والحاجات دي. اغنيه حبيبي عاشق وانا وياه بعيش. تسمع عن كايروكي؟ لا ابدا ما سمعتش عليها حاجه. انا اسمع عنها بس ما اسمع لهاش حاجه، ما اعرفش عنها حاجه بس بشوف اعلاناتها في الشوارع بتاع يعني. ده انا مش فاهم يعني انت بتكلميني على حاجه انا عمرها ما شفتها وبتاع ايه انا ما اعرفهاش. هو شغال ايه كايروكي ده اصلا؟ ايه شغال ايه اصلا كايروكي ده؟ في ناس بتغني يعني. ما سمعتش عن كايروكي دي خالص. كايروكي سمعت انا بس ما تابعتهاش. لا فرقه كايروكي ما اعرفهاش بصراحه. هو انا كنت سمعت عن بند كايروكي من فتره بس ما كنتش تابعت ليهم اغاني كتير يعني. كايروكي طبعا دي الفرقه اللي جيلنا دلوقتي. مدحت صالح يمكن كان قديم جيله شويه بس كايروكي جيلنا دلوقتي. دول فريق جديد كده، فريق كويس ظهر، مش من الفرق اللي هي طلعت فتره وتختفي. لا دول فريق كويس وهيكمل وعمل شعبيه في وقت قصير. ايه اشهر اغاني الفريق ده؟ زي مثلا السكه شمال و احنا الشعب، وبحب كل حاجه بتعدي، بحب وانا مع نفسي قاعد، وبحب مات الكلام. اكتر اغنيه بحبها لهم مطلوب زعيم. اجمل ما عندي في الكلاش مع سعاد ماسي، احنا الشعب، يا الميدان مع عايده الايوبي. لو قدامك اتنين سيدين مدحت صالح وكايروكي هتختاري ايه؟ كايروكي. والله كل واحد وليه لونه. كان الفنان مدحت صالح طبعا ده الفن الجميل، انما دلوقتي الشباب كله بقى بيحب الحاجات الجديده، فكاريوكي قدر ان هم يخلوا الشباب يجذبوا الشباب ليهم يعني الفتره دي. وحتى نقطع الطريق على اي حد فاهم اننا ممكن نقع في بعض، هذا ليس بصحيح، لان في احنا كلنا في ضيافه الاستاذ مدحت صالح. ده انا اللي في ضيافه، انا اللي في ضيافه الجيل الجديد الجميل، وفي ضيافه حضرتك بما انك يعني انا بحس من يعني انا قبل كده كان في لقاء بيننا، انا بحس من اللقاء اللي فات ولقاءاتنا بعيد عن الشغل ان في قلب ابيض بيطرح فكره بيضه حلوه فيها خضار، ما فيهاش عنف، ما فيهاش، ما بندورش، ما فيش وقت يا مدحت الكلام ده بالظبط كده. والله العظيم بنصرف وقت كتير جدا في المطار. فانا فرحان ان انا في حضنكم يعني. اتفضل ادي يا سيدي كايروكي. واحنا كمان جدا. بص حلوين ازاي ومنورين ازاي، وكان في حد عمال ينخور. تعالي نفتح الموضوع من بدايته. يلا من بدايته اللي هي الفكره اللي في بعض الناس عايزين يستغلوا انهم يعملوا لغط في حكايه الاعلان اللي عملناه. انا بس اقول لهم ببساطه ان انا رحت علشان وافقت على الفكره اللي هو بالعند فيكو، انا وافقت على الفكره. وعلى فكره انا ليا يد في الديكوباج بتاع الاعلان، لان انا رايح بعمل مشهد سينما. مشهد بعمل فيه ان انا بمثل جيل سابق وبقدم ولادي او اخواتي الصغيرين ودي مكانهم، وانا رحت اقتحم المكان ده فعملناه بشكل كوميك.
لو عملت المشهد ده في السينما هيقول لك انت ازاي تقبل تعمل كده، زي ما مثلا مسكوا احمد بدير وقالوا انت ازاي مش عارف ايه مين يعمل ايه في المسلسل وضربك بايه. في ده فراغ، ده اسمه فراغ. لما حضرتك تيجي تطرحي فكره زي فكره تواصل الاجيال ما اجملها ما احلاها يعني. هو اصلا ما ينفعش الحياه ما تستمرش ابدا يعني. لسه مثال حضرني دلوقتي يا مدحت، دلوقتي احنا اما بنعمل فيلم مثلا بيبقى فيه من يوسف وهبي وفتوح نشاطي ومش عارف ايه، ينزل لليلى مراد، ينزل لمش عارف ايه، ينزل لشاب صغير بيتمرن سكريبت، ينزل المنظومه لحد ما وصلنا لعلي ربيع. مثلا يعني هالدنيا كده يعني العمل بيجمع الناس دي كلها. مين هيحارب الدايره دي اللي بدور؟ وبعدين لو حد بيخوض في الموضوع وعايز يعمله مشكله احنا بنقول له مش مشكله. لو حد متعاطف مع مدحت وشايف ان مدحت ظلم نفسه بقول له لا انت مخطئ في ظنك وانا ما ظلمتش نفسي. لو حد شايف انه غلط اللي عملته ده بقول له لا غلط ان انت مضيع وقتك تفكر في غلط الاخرين. ضيع وقتك في نفسك، اشتغل على نفسك. ده جيل جديد، هنعمل فيه ايه؟ هنعمل معاه ايه؟ انت عايز تعمل تواصل ولا عايز تعمل انفصال وتفاصل؟ انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ احنا عايزين نعمل تواصل. والفكره عجبتني اصلا لانه انا احنا مش هنقبت في الحياه. فين الناس؟ فين ام كلثوم؟ فين عبد الوهاب؟ كل الناس طبعا ماتت. احنا من فين؟ احنا بنقدم فن، بنقدم فن للناس، بنقدم فكره جميله. هل الاعلان اللي حصل ده بيقلل من قيمه وتاريخ العبد لله؟ لا، في تاريخه اللي حصل هنا ده لما نجاوب هنلاقي لا. فاحنا بنتلكك في ايه؟ نتخانق في ايه؟ هل لو احنا بنقول الجيل ده ايه اصوات الاصوات دي والطريقه دي وطريقه الغنى دي، احنا بنشجع ولا بنحبط ولا بنهد؟ بالظبط، هما بيطرحوا نفسهم وجيلهم بيحبهم وجيلنا بيستقبلهم. فهرجع واقول بقى ان احنا عايزين الاعلام يشتغل من نقطه الانطلاق بتاعه المحبه. المحبه مش الكره. احنا في صحبة السعادة، نحيا في ظل هذا الوطن الجميل، ماسكين ايدينا في ايدين بعض، عايزين نكمل المسيرة ونمشي بلاش كعبلة وكعورة. هو ده. العيال دي بقى سامعين اغانيك كلها، وانا قعدت بقى نخربت، لقيت اللي غاوي ام كلثوم واللي غاوي فريد الاطرش واللي بيغني لك كوكب تاني طول ما هو نايم وصاحي يعمل القهوة. هم اتعلموا المزيكا منين؟ بالظبط، يعني هم عايشين في حته تاني غير مصر. الطعم اللي مقدمينه ايوه مختلف، انا نفسي طبعا ما فهمتوش في الاول خالص، لحد ما ابتديت اسمعهم اسمع اقول الله العيال دي عندها قضايا في دماغها عايزه تقولها باسلوب يوصل للشباب ده اللي هو قد يكون مثلا زهق من نمط معين من الحديث او من اللغه او من عايز. ولو هنتكلم بقى عن التقصير هيبقى التقصير من عندنا احنا بقى للصناع الحكايه. بالظبط، لو وقعنا في السكة يعني بدل ما انا اقعد انتقد الشباب اللي هم زي ولادي وزي اخواتي الصغيرين، انا اشتغل على نفسي واشوف هم اتطوروا ازاي واحاول يعني لو انا شايف ان هم ما اتطوروش، لو انا شايف وابقى انا متخلف لو شفت كده، احاول بقى اساعدهم في ان هم يتطوروا. لكن انا ما اقفش عند نفسي زي نظريه المطرب اللي واخد بلاطه تحت باطه ورايح يحطها ويقف يغني عليها ويخلص ياخدها تحت باطه ويمشي. بطلت. فلازم اشوف الناس، لازم احتك طب هقول لك على حاجه، انا فكره ان انا اقلد امير، انا اللي طلبت الحكايه. انت هتقلد؟ قلت لهم عايز افاجئ امير باني ادخل اغني بطريقته. لو النبي انت هتعمل كده؟ مش عشان في حد هيقول لك ده بياخدها بهزاره لا. يعني في طرق الغنى تجريبي والفن كله تجريبي. وانا دخلت عشان اغني زي اللي هو الغنوه بتاعتك بتاعت رغم ان كل حاجه كانت صعبه وعنيده وقالوا على احلامنا مش كده؟ ايوه. فانا حب يعني مش لسه امير والجيتار وكده يعني الفكره عجبتني في انه احنا ليه ما نبقاش في بينا تواصل. وانا لو هو امير جه عرض عليا لحن وقال لي عايزك تغنيه بالطريقه دي، هو صوت المطرب عباره عن ايه؟ عن قماشه او عجينه يشكلها الملحن.
ما تجيش تقولي لي ان كل الملحنين في اسطمبه واحده المطرب يبقى غلطان. لا. لما غنيت مع كامل الشريف الله يرحمه عملنا حاجه لفلسطين اسمها يا فلسطيني ينصر دينك، وعينه قال لي تغني كده يا فلسطيني ينصر دينك، عايز نغني كده بس ده لحن جميل على فكره. فاغني بقى معاه كده، فاغني مع امير مش كاركتير زي ما انت يعني بتقوله دلوقتي. لا انا خلاني أغني، هو خلاني اغني وانا وجع لي صوتي، قعدت اتعالج شهرين. لما رحت نبيل علي ماهر من فتره عشان نعمل ساعتكم مشكور قال لي لا انت هتتعالج 10 ايام المره دي. لان هو هي عجين هو بيوظفها ملحن. غني كذا غني كذا، انت عايز تسخر وتتريق اعمل الاحلى. ضيع الوقت اللي انت عايز تسخر فيه وتتريق فيه من الناس وتقلل من شأنهم، ضيع فيه وقت تقدم لي حاجة ترد عليا بيها كشغل. سهلة سهلة الكتابة يعني اللي هو بتاع التفاصل الاجتماعي ده والتقاطع الاجتماعي ده، خلى كل واحد بقى حر، كل واحد بيقول رأيه بيستخدم الحرية غلط. أنا مش بنظر، لكن أنا ما بمدش إيدي على الزراير دي غير لو أقول حاجة لما اقف قدام ربنا اتحاسب عليها تبقى صح. انما الناس اللي عماله تلعب بصوابعها على الزراير ناسيين ان في يوم اسمه يوم حساب، هتقف قدام ربنا هتقول لي انت كنت انت بتهبل في ايه. وحتى الطريقه اللي بيتكلموا بيها يعني حتى طريقه النقد فيها قله ادب، يعني فيها طريقه لو في حد ممكن يقول نقد بس يعني محترم وبيتكلم في حاجات جوه المزيكا في الكلام مش عارف ايه وجهه نظر، بس في الحاجات اللي بنقراها هو بيتكلم مثلا على صوت امير بطريقه وحشه، على زاد بطريقه على صوت ففي قله ادب حتى في الطريقه اللي هو انت من جوه مش في حاجه انت مش بت لا هو انا مش يعني مش بتبني او عايز تخلينا ناخد بالنا من حاجه مدحت صالح. والحقيقه بجد يعني مش كلام بقوله كده، بس احنا قبل ما نقابل الاستاذ مدحت احنا ما كناش نعرف، احنا متعودين في مصر عاده الطبيعي ان الصغير بيحترم الكبير جدا والكبير ما بيحترمش الصغير، دي احيانا عندنا بتحصل كتير في مقابلاتنا. دي نظريه مش صح خالص بس لا يعني احيانا الناس يجي مثلا يعني مثلا في ناس في دكتور مثلا في الجامعه بعض مش طبعا ما فيش تعميم خالص بس بعض مثلا ايه الدكتور بيبقى الطلبه خايفين منه بس مش بيحترموه احيانا. الحقيقه احنا بنحترم جدا الاستاذ صالح، مش بس بنحترمه احنا بنحبه يعني، مش بنتكلم قبل ما نقابله بنتكلم بعد ما قابلنا، احنا الراجل ده بقى بنحبه يعني شفنا قد ايه هو الراجل ده بسيط معانا في التعامل وشفنا قد ايه هو جميل يعني في يعني خير اكزامبل ان اول مره نلاقي حد بنحس ان هو يعني بيحترمنا من اجل الاحترام مش من اجل اي شيء اخر، وفي نفس الوقت احنا بنحترمه وبنحبه. وبعدين الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها ان اصلا هو ما فيش مقارنه اساسا في الموضوع، استاذ مدحت صالح مطرب صوت كبير تاريخ، انا مش مطرب ومش مغني ومتحط في مقارنه اصلا مش موجوده يعني مفيش مواجهه. انت ستايل تاني لا بالظبط، وانت ليك ناس بتحبك، انا من الناس اللي بتحبك وبتحبكم ومش بقول ده عشان احنا قاعدين مع بعض، اصل انا شئت ام ابيت في حقيقه في واقع. وخلي بالك الناس بتختلف طول العمر والناس عايشه اصلا الكون ده اتخلق كله عشان الناس تقعد تنتقد بعض، بس الـ يعني دول بيبقوا بقى استثناء يعني يعني مش هيبقى كل البشريه عايشه اللي هم يقعدوا ينتقدوا، دول قله، القله دول احنا بننساهم وبنحيهم عشان انت تعرف تشتغل وتبص لبكره. لان انا 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 همشي انت اللي هتبقى موجود. انا مش هأبد فيها وانتوا اللي هتبقوا موجودين، انتوا اللي هتشيلوا الرايه وانتوا اللي هتكملوا وانتوا بتقدموا حاجه محترمه وتقدموا افكار محترمه. هو اللي هو اللي بينتقد بينتقد ايه، طريقه غنى ولا طريقه مزيكا، هو مش محدد، هو كانه هو اللي بينتقد تايه بالظبط. واللي بينتقد مسكة. يعني انا مش عايز اقلل من قيمه اللي بينتقد، لانه ممكن اللي ينتقد يبقى عنده وجهه نظر احنا نستفيد منها صح. يعني مش لازم يبقى كل اللي بينتقدنا نبقى احنا بس النقد ما فيهوش غير يعني مش قايل مثلا حاجه عن مزيكا، مش قايل حاجه في يعني ما فيش نقد اصلا في حاجه، هو هي حاله حصلت يعني خلينا نبسط الامور ونقول انها حاله غيره على بني ادم نملكه اجيال مش يعني هو جيل واثر في اجيال اجيال صح. اجيال اجيال انتوا لما ظهرتوا هو مأثر في اجيالكم ما قلناش لا بس طبعا. هي حاله غيره قد تكون الرساله ما وصلتش بالوضوح المطلوب أنا من نفسي او بسنس الكوميدي انا نفسي بقول انا نفسي بقول ان اصلا ما فيش اصلا مقارنه
ما بين الحاله بتاعت الاستاذ مدحت ومهم. لو انا قعدت اغني 300 سنه عمري ما هغني زيه ولا هعرف اجي جنب الكواليتي دي من الغنى او المستوى ده. هو محدش هيعرف يغني زي مدحت صالح، مش عشان انت انا مدحت از مدحت. ما هو بالظبط انا لو قعدت 300 سنه اصلا المقارنه منتهيه اساسا ومش موجوده. اصلا لو قعدت اغني 100 سنه مش هغني زي الاستاذ مدحت. احنا فرقه عندنا افكار بنطرحها، بنتكلم، بنعبر عن نفسنا وعن افكارنا وعن طموحاتنا وعن اللي بنشوفه في حياتنا اليوميه وبنتكلموا في الاغانينا. احنا خمسه اخوات متربيين مع بعض واحنا في كي جي وبنطلع وبنغني الكلام ده وبنقوله. ده نوع اصلا تاني خالص وملوش علاقه بالموضوع، وممكن يكون مش الناس كتير تكرهه واحنا متقبلين هذه الفكره، ولكن اللي مش متقبلينه هو انك عايز تخلي نوع واحد بس في الحياه هو اللي موجود. اذا كان اساسا الجيل الاستاذ مدحت كان في انواع، كان في تنوع، في محمد من هو نفسه كان تطوير مختلف لما قبله. بالزبط. الدايره العجله بتاعتي. وانا اصلا لو قعدت اغني مش هغني كده عمري. الاستاذ مدحت اللي هو اصلا يعني قولوا لي انتوا قبل ما ادخل في الحته اللي جايه، هم فرقه عامله محققه نفسها جدا في الفتره الاخرانيه، يعني هم بقالهم من سنه 2003 لكن ما بعد الثوره هم ابتدوا يلمعوا جدا، ابتدى يكون له جماهيريه، والجماهيريه دي ابتدت تتابعه وتجري وراه وتحضر له حفلات وتعلى يعني قيمه التذكره بتغلى. ده دي علامه ما، وانه ياخد جوائز ويطرح بره. قولوا لي اخر حاجه حصلت لكم ايه؟ جوائز اخر حاجه كنا مترشحين لجائزه ام تي في اوورد، دي جائزه عالميه كبيره مش صغيره، جائزه محترمه يعني طبعا. وليها يمكن اخذنا الميمه ميدل ايست احسن فرقه في الشرق الاوسط. بس هي جائزه ام تي في كان لازم يبقى عندك وراك شركه انتاج عملاقه عشان تدفعك يعني انك تكسب في الاخر، بس ما حصلتش كده. شركه انتاجنا احنا الايام اللي جايه بتاعتكم ما تستعجلوش. الله يخليك. النقله المرحله اللي احنا فيها دلوقتي وفكره الحقوق، هتلاقوا نفسكم في الفتره اللي جايه في حركه دلوقتي حظ مننا. يعني احنا عشناها بحلوها ومرها خلاص وبنحمد ربنا، وشيء جميل جدا اللي حصل لنا، بس بيعتمد على انك مستمر في مجهودك. صح طبعا، مش انك تبقى نجحت وتبقى خلاص كده وتعيش على على. يعني هقول لك انا موجود عارف معاكم النهارده ليه؟ علشان انا كل سنه بشتغل مع الشباب اللي زيكم. الله يخليك. فلو انا كنت قفلت على نفسي الاوضه بتاعتي بتاعت، انا بحترم كل جيلي على فكره وجزامهم على راسي وسبب مهم ورئيسي في نجاحي، انما لما بلاقي حد من جيلي في المزيكا متعطل بشوف حد متطور. صح. بشوف حد تاني. فعشان هي عشان كده انا قاعد معكم النهارده. صح. لو انا قفلت على نفسي وبعدت عنكم انا مش هبقى موجود. بس هي دي فكره ببساطه. وهم يا اخويا لما يعملوا كده في اللي بعدهم انت هتقعد تعجزنا بايه النصيبه دي؟ ما هيعجزوا دول. لا ما هم هيكبروا بعد كده لازم يسيبوا نفس الاثر. يلا عايزين نغني بقى. طب بص بقى هم عشان بس كلمه انه احنا لا يمكن هنغني زي مدحت صالح ولا مدحت صالح هيغني زي عبد الوهاب يعني كده، هي كده هيعملوا لك مفاجاه لطيفه بالستايلنج بتاعهم. انا موافق. اوكي يلا قول هدية مقبولة اللي دبرناه مع بعض يا ولاد. وانا وياه يا بعيش زي المليونيرات، بحلم وانا معيش ملعنش الازمات. وانا وياه يا بعيش زي معيش ملعنش الأزمات. وأنا وياه يا بعيش زي المليونيرات، بحلم وأنا معيش ملعنش الأزمات. وجناني ده عين العقل والعقل ده دق بيعي، جناني ده عين العقل والعقل ده دق بيعي، وجناني ده شيء مش سهل
تقدر تتجنن زي انا. احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري. احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري. مخلوق رافض للنصح وعمري بايس بصهري. وبصاحب كل الخلق قلبي صاحبي والفارق. وبصاحب كل الخلق قلبي صاحبي والفارق. واتعشى في باب الخلق وافطر على البحر في بحر. اجي اتغدى ملاقيش ملعنش الازمات. وانا ويايا بعيش زي المليونيرات. بحلم وانا معيش ملعنش الازمات. وانا ويايا بعيش زي المليونيرات. بحلم وانا معيش ملعنش الازمات. ملعنش الازمات. ملعنش الازمات. احنا متفقين ان انتوا تيجوا تتفرجوا بس مش تغنوا. عشان بس اقول لك دي شبابيه هنمشيها هنمشيها. برافو يا امير. خدت يا جماعه برافو جدا جدا. اتفضل. طبعا في فروق بينيه بين تجربه كل باند. عندك مثلا باند كايروكي مهتم اكتر بالقضايا الانسانيه الكبرى، مهتم بالقضايا السياسيه، وده كان ملاحظ طبعا في تجارب كتير زي احنا الشعب ومطلوب زعيم واثبت مكانك. هو معني بالدراما الكبرى او دراما المآسي يعني. قضية كبير أنا ماشي فيه من غير أمل. أحاول أخرج يقولوا تهبل. قضية كبير أنا ماشي فيه من غير أمل. أحاول أخرج يقولوا تهبل. أنا مش منهم. فريق زي بلاك تيما مهتم بالإنسان من الخارج، الإنسان بتناقضاته. وده كان موجود مثلا في تجربة زي تجربة إنسان، تجربة بحار. حر إن عشق بلادي واللي هيفكر يعادي يتزرع له بحال أمر وابقى حر. حر إن أسرح بكيفي. حر إن أختار وليفي من حياة أهرب أفر برضو حر. فريق زي وسط البلد بيغني الغنوة اللي هي تعتبر تقليدية على غرار الثمانينات والتسعينات، لأن أغلب شعرائها متأثرين بعبد الرحيم منصور وبالتجربة القديمة اللي غناها منير. من زمان عايش بعقل وقلب رافض فتح بابه. سبب مخاوفه كان اللي شايفه من الحب ومن صحابه. لكن انت ازاي في لحظة خطفت قلبي؟ قولي ليه؟ علشان عارف تسرر مشاعر ده قلبه ما دي. في فروق في التجارب. مثلا مسار إجباري عندهم نزعة تحدي واضحة، وعندهم فكرة إن أنا اللي هفرض قانوني وأنا اللي هفرض شروطي. أنا تعودت أحلامي أشوف حبتك قدامي وملحقها أنا شايف إن البندات الحديثة إضافة، يعني قدمت إضافة. الإضافة في إيه؟ إن الجرأة اللي قدمتها البندات الحديثة كانت مفتقدة في تجربة السبعينات، على اعتبار
ان لو احنا نزعنا تجربه المصريين من سياقها التاريخي، لكن لو حطينا المصريين في سياقها التاريخي والاصدقاء في سياقها التاريخي، كل واحد كان مقدم جرأته. لكن هو دلوقتي احنا نقدر نقول ان المشهد اتفكك، بقى فيه تمرد على كل الصيغ الجاهزه، على كل القوالب الرومانسيه القديمه، بقى فيه مشهد اخر، مشهد مختلف، بقى فيه صوره مختلفه للغنى اللي احنا تعودنا عليه. أنا شايف إن القانون الوحيد للفن هو الحرية، إن الموسيقى حرية والغنى حرية، ومن حق أي حد إنه يعبر عن نفسه بالطريقة اللي هو شايفها متسقة مع قناعاته، متسقة مع أفكاره أو موضوعاته. احنا كده بقى نبقى خلصين تمام. انتوا جايين تتفرجوا بس صح؟ بس عشان اي حد بقى زعلان اهو خلاص، احنا مش زعلانين. مش نفسي يوصل لهم ان احنا مش زعلانين. ايوه طبعا، هو في ايه؟ الدنيا الحياه قصيره لا تحتمل ولا تحتمل اصلا. مشروعاتكم ايه اللي جايه؟ مشروعاتنا الجايه ان احنا بنفكر دلوقتي نسافر قبل ما نيجي، ده التفكير. ايوه ده مشروعنا اللي كان نقعد في 3 شهور عشان نسجل ونكتب الكلمات للالبوم الجديد بتاعنا اللي هنزله الصيف الجاي. يا اطراف انت 3 شهور بنفكر نسافر. لسه طالع الفكره دي، بكره هتلاقي فكره ثانيه. البادجت لو ساعدنا، عايزين نروح الجونه بس البادجت تقريبا مش هيساعدنا، فهنروح عندنا. هتلعبوا فريق جونه ولا نروح نقعد نعسكر يعني هناك؟ ما بلاش الجونه، نزلوا دوري درجه ثانيه يعني. ليه مختارين الجونه؟ اتظلموا يعني. ما تروحوا الزمالك خد الدوري والكاس يعني. لا روح الاهلي بقى، نادي القرن الاهلاوي. يا رب يا رب يا رب الاهلي بقى يعوض اللي حصل الزمالك. بيحبوا الجونه، هيخش عليكم الشتاء والله، هيخش عليكم الشتاء، بتبقى برد في بتبقى ارخص بقى. شوف الناصر غنوا بقى جونه الهوا جونه رمانه الهوا رمونه. هي فكره جت لنا بس هتفشل تقريبا، فهنقعد في المعالي في الاخر عندنا برضو في الاوضه او في. اسكت يا عيني، ده امامه امير يا عيني، هي اللي اوياهم كلهم انياهم. والله يعني في البيت عنده هي بتصرف. هي يعني تقريبا. ايوه بتاكلنا، ايوه بتاكلنا ونشربنا وكل حاجه. ربنا يخليها. هي سبب رئيسي في نجاح كايروكي دلوقتي. سبب رئيسي والله، تحيه ليها من هنا لسبب، لان هي النتيجه اللي هي عملتها اهي موجوده قدامنا دلوقتي. فانا بقول لها سلامتك وانا بحبك. والله واحنا بنحييك الف سلامه عليك. سلامتك يا حبيبتي. ما فيش فنان مختلف الا لما اقعد معاه الاقي ابوه او امه طرف طبعا. الاب والام اللي بيشدوا الولاد ويزقوهم، لازم العيال تطلع حاجه حلوه قوي يعني. هي ربتنا يعني. كلنا بصراحه والله. مامه يعني. هواري برضو ليها دور عشان برضو بس رفيع قوي. ماما تهواري بتعمل دايت حلو، بتعمل اكل حلو جدا. لا والله مظبوط ظابطه يعني، زي الكتاب بيقول كده. انا بيضه برضو جدتي وامي بيعملوا اكل، بس تقليد نامي على طول. والله بيضه مره عملت غدا في رمضان الناس نامت في ساعتها. يا ساتر. والله. طب في مكان للناس يناموا فيه ولا على السفره؟ هو في مكانهم. في مكان. انت دلوقتي لو انت بقى مدحت مانجنج الفرقه دي، تفكر لها ازاي؟ ما ينفعش افكر لوحدي. انا حتى في شغلي لحد دلوقتي بقعد مع عمرو سليم ومدير اعمالي مهندس اسمه عاطف امام وهو عازف جيتار في نفس الوقت، ودرامر بتاعي عشره عمر برضو عمرو فؤاد، بنقعد مع بعض. ما ينفعش. هو ممكن تطرحي انت فكره يعني، تقولي بفكر في كذا، فهتبص تسمعي بقى من اللي حواليكي، وخصوصا لما تكونوا بتحبوا بعض بيبقى شيء ممتع جميل. هتطلعوا بنتيجه جميله لان الفكره طالعه من حضن بعض. صح. فبتطرحيها، بنقولها، بيقول رايه والراي تتطور بقى كل شويه، تتطور لغايه ما توصل لحاجه. اي حد بقى يطرح الفكره، مش مهم مين اللي، مش بطوله الفكره، بس تبقى حلو. طيب دلوقتي لو انت غنت لهم بقى هم غنوا لك، هتغني ايه؟ والله انا بحب الغنوه اللي انا غنيتها لان معناها حلو، اللي في الاعلان. ايوه حد ما اصل الناس فكروا ما يعني، اللي لو ركزت، رغم ان كل حاجه كانت صعبه وعنيده وقالوا على احلامنا مستحيله وبعيده احنا ما احنا عملنا بقى حققنا بقى. طب ما هو ده معنى حلو الغنوه دي، بحبها جدا. وانا على فكره لما قلت لهم عايز، انا عايز اغني حاجه ليهم يعني، مش عايز اطلع مع هم. كان في حاجه ما قلنا جزء من المليونيرات بس هو الفكره، انا كنت عايز احسسهم ان انا حافظ شغلكم يا جماعه. انا مع الشباب. في واحده تانية اللي هي بتاعت اللفه. اه حلوه بتاعت اللفه. بتاعت اللفه حلوه.
انتوا نورتوني والله. ينور حضرتك. قوموا بينا على المسرح. يلا بينا نشوف هيقولها ازاي. يلا بينا. ربنا يستر. كل يوم تفوت ايام وتمشي اوام ومش لاحقين تايهين في دنيا تلاقيك محدش في هنتكلم بقى لوحدينا دلوقتي. ولا تسوى تنام. فين ده انا بسيبه للناس؟ انا ربنا خلقني بحب الفن من وانا طفل. انت وانت بتقول انا عايز اعيش في كوكب تاني، انا حاسه انك بتغنيها لي انا. دي كانت غنوة المطربة. انا عايز اعيش في كوكب تاني. الجيل ده ساب بصمات كتير جدا جدا. انا لو سكت. انك تتربها بس صعب. والفن له ابجديات احطها على باب مسبير 1 2 3 4 وكل الناس تبقى فنانين. بحلم على ما بنعملش اغاني بالعدد، يعني اول البوم في حياتي كان 3 اغاني. الدنيا اسهل بكتير، انت هتعمل شير اللي مش عارفه ايه تتشهر. انا نفسي ارجع ابقى طفل، نفسي ابقى عيل صغير. لا هتاخد ولا كمل. جميل كده وانت مفقوع بس انا مبسوط.